خلاها منتظره في المطار. ماذا لدى بعثه النادي الاهلي؟ اجواءها، الحاله اللي هي مسافره عليها. معنا من مطار القاهره الزميل كريم احمد، موفد قناه الاهلي، مرافقا للبعثه الى اثيوبيا. يا كريم اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي ملك وكتابه في كل مكان. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. تحياتنا طبعا للمهندس عدلي الفيعي طبعا. كريم، الرحله كان المفروض الاقلاع الساعه كام؟ وتم التحديد ليها 11 الا ربع، يعني 11 الا ربع تتم اقلاع الطائره ان شاء الله المتوجهه الى اديس ابابا. لكن بقول لك دلوقتي يمكن في اللحظات دي بيتوافد لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، يمكن قدامنا شايفين الكابتن طارق سليمان، كابتن عادل مصطفى، بعض من اللعيبه حمودي، كريم نسبه، السوليه، يمكن بعض اللعيبه بتتوافد على مطار القاهره استعدادا طبعا ان شاء الله للمباراه الهامه والمرتقبه وهي مباراه العوده امام فريق تاجيما بطل اثيوبيا. رئيس البعثه الاستاذ ابراهيم الكفراوي حتى هذه اللحظه لم يطل، يمكن كلنا منتظرينه طبعا في المكان المخصص لينا كبعثه النادي الاهلي. حاله تركيز استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي من لعيبه النادي الاهلي زي ما اكدنا وقلنا بعد استقرار النادي الاهلي في المدير الفني والجهاز الفني باذن الله، اللي بنتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه والدعم والمسانده الكبيره من جمهور النادي الاهلي اللي بنأملها ان شاء الله. لعيبه النادي الاهلي عندها ثقه كبيره باذن الله ان هي تستمر في سلسله الانتصارات سواء في بطوله الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه. الازمه الوحيده او ما اقدرش اقول ازمه، دي يمكن دوافع ان شاء الله تخلى عند لاعبي النادي الاهلي، ان هو فقد 23 لاعب ووجود 19 لاعب من النادي الاهلي في هذه المباراه. عدد من الاصابات، عدد من الغيابات، يمكن بيرجع لنا علي معلول، بيرجع لنا احمد فتحي، بيرجع لنا بعض اللعيبه، لكن بنتمنى ان احنا نبقى مكتملين في مباراه الافريقيه بالتحديد. مباراه الافريقيه ودور ال 32 بيبقى مباراه قويه، الظروف هناك المناخ هيكون صعب جدا وده اللي يمكن بناكد عليه. الرطوبه هتبقى عاليه تصل الى 75% هناك في اثيوبيا، درجة الحرارة صباحا يمكن من معلوماتنا بتكون مشمسة بشكل كبير، بالليل درجة الحرارة بتبقى فيها برودة شديدة. لكن زي ما قلنا واكدنا اكثر من مرة، النادي الاهلي في كل الظروف، في مطر، في سيول، في درجة حرارة عالية، ان شاء الله باذن الله تكون مباراة موفقة ومنها باذن الله يصعد النادي الاهلي لدور ال 16. وكالعادة طبعا استاذ ابراهيم باشمهندس عادل الفقي من خلال شاشة قناة النادي الاهلي ومن خلال ملك كتابة لحظة بلحظة معاكم سواء هنا في مطار القاهرة وايضا كمان وصلنا في اديس ابابا. التدريبات، التدريب الاول يكون معانا ان شاء الله على شاشة قناة النادي الاهلي، التدريب الرئيسي، كل الكواليس ان شاء الله الخاصة بفريق النادي الاهلي يكون معاكم لحظة بلحظة استاذ ابراهيم. طيب كريم، الكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس سمير عدلي سبقوا البعثة مش كده؟ تمام. الاخبار معاهم من هناك، الامور مطمئنه والترتيبات كلها جاهزه؟ ترتيبات مطمئنه ومكثفه جدا من الكابتن السيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره مع الكابتن سمير عدلي. تم تحديد بالفعل الملعب اللي هيقود عليه النادي الاهلي تدريبه الاول. تدريب النادي الاهلي هيكون في الساعه 4 عصرا بتوقيت اثيوبيا، الخميس عصرا بتوقيت القاهره، 3 عصرا بتوقيت القاهره. التدريب الاساسي اللي هو اللي هيكون اخير وتدريب لفريق النادي الاهلي على الملعب الرئيسي، يمكن دي معلوماتنا اللي احنا اكيد طبعا بنحاول ان احنا نجتهد فيها، يكون الساعه 1:30 ظهرا وليس في ميعاد المباراه في الساعه 4 كما هو المعتاد. يمكن دي النقطه اللي احنا اتاكدنا منها، ان التدريب مش هيكون الساعه 4 كالمعتاد كل المباريات. اما بيكون في تدريب الساعه 6 يبقى مباراه الساعه 6، تدريب الساعه 4 يبقى الساعه 4. لكن تم تحديد بالفعل وتم الاتفاق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي ان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على الملعب الرئيسي اللي هيستقبل مباراه الاهلي وجيما بطل اثيوبيا هيكون في الساعه 1:30 ظهرا ان شاء الله. باذن الله كل الامور هناك تكون مهيئه. كابتن سيد يمكن اطمئن بشكل كبير جدا على الحاله هناك، كان في بعض الاخبار ان يمكن بعض الحاجات الامنيه هناك تعوق فريق النادي الاهلي، لكن يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي طمأن بشكل كبير جدا قاعده النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان الامور مستقره. النادي الاهلي كالعاده بيكون له تعامل خاص كممثل افريقيا وممثل ايضا كمان جمهوريه مصر العربيه، فان شاء الله باذن الله كل الظروف المحيطه دي تكون بعيده عن فريق النادي الاهلي خالص. هدفهم ان شاء الله يكون تحقيق الفوز بمجموع المباراتين باذن الله يأهلنا لدور ال 16 استاذ ابراهيم. المباراه الساعه 4 العصر يوم الاحد على الاستاد الرئيسي في اديس ولا بره العاصمه؟ لا، في الاستاد الرئيسي اللي اديس ابابا استاذ ابراهيم. تمام. الاستاد الرئيسي اللي اديس ابابا ان شاء الله هو اللي هيستقبل المباراه. بنأكد على ميعادها، يمكن في ميعاد ناس كتير جدا كانت بتقول الميعاد او الميعاد ممكن يبقى كام؟ 3 بتوقيت مصر، 4 بتوقيت اثيوبيا. بنأكد مره ثانيه، 3 ان شاء الله المباراه بتوقيت مصر، 4 بتوقيت اثيوبيا. يعني الساعه 3 بتوقيت القاهره. بالظبط، 3 بتوقيت القاهره، 4 بتوقيت اثيوبيا. تمام. كريم، احمد فتحي وعلي معلول مسافرين معاكم. جاهزين بشكل يطمئن ان هم ممكن يشاركوا ولا لاستكمال العدد؟
والله يا استاذ ابراهيم يعني بنسبه كبيره يمكن دي هتكون اول مباراه لعلي ان هو يكون حتى داخل في القائمه، وايضا هتكون اول مباراه لاحمد فتحي. من الواضح ان ممكن يكون الدفع بيهم هو الامر اللي ممكن نشوفه، لكن ان هو يبداوا بالمباراه دي اكيد طبعا متروكه للكابتن محمد يوسف المدير الفني لفريق النادي الاهلي، لكن حفاظا عليهم طبعا اول مباراه الملعب هناك هيبقى فيه صعوبه كبيره جدا، سواء مطبات الملعب انت عارف يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي مباراه افريقيا وملاعب افريقيا، وبالتحديد كمان هذا الملعب اللي شفناه المباراه الاولى اللي كان بيخوض عليها فريق تشيما بطل اثيوبيا، ملعب ضعيف شويه فيه مطبات كثيره جدا. فمن المؤكد ان كابتن محمد يوسف لو مضطر ان هو اكيد يكون احمد فتحي موجود او يكون علي معلول اكيد هيكونوا متواجدين، لكن من الواضح ان كابتن محمد يوسف سيستمر فيها التشكيل اللي قاد به مباراه تشيما بطل اثيوبيا الاخيره. ان لم يتم التغيير هيكون في اضيق الحدود، ممكن يكون تغيير واحد على الاقل يا استاذ ابراهيم، لكن زي ما قلنا بناكد اكثر من مره ان شاء الله صفقه كبيره في كل لاعبتنا، كل لعيب متواجد في القائمه جاهز بدنيا جاهز فنيا، الكل على قلب رجل واحد باذن الله ان شاء الله مجموع المباراتين واهلنا لدور 16 في النسخه الجديده من البطوله الافريقيه. انتوا رحله السفر مباشره القاهره اديس مش كده؟ بالظبط يا استاذ ابراهيم، ما فيش ترانزيت، لا هتبقى مباشره 4 ساعات ونصف باذن الله نصل اديس ابابا بتوقيت في اثيوبيا فيها الساعه 3 يمكن فجر الساعه 3 في الفجر هناك طبعا في اثيوبيا، لكن ان شاء الله باذن الله ما تستغربش الرحله اكثر من كده، ورحله تطلع في ميعادها باذن الله هنا من مطار القاهره. ان شاء الله كل التوفيق يا كريم، وتحياتنا لكل اعضاء البعثه، وترجعوا ان شاء الله موفقين.